عندنا اسم نادي الزمالك ان عظمنا الاستفاده منه هنعظم من مواردنا الماليه. ده كمان احنا عملنا بروتوكولات مع بعض الجهات مشهور اسمها لبناء 6 اكتوبر بنظام البي او تي بالمجان. بالمجان لا، ده انا كمان هاخد فلوس يصل من 120 ل 150 مليون جنيه. ليه؟ عشان نادي الزمالك. بمناسبه فرع اكتوبر هقول لحضرتك بس اتفضل. مع احترامي لكل المرشحين، اي مرشح موجود في الانتخابات فرع اكتوبر. صح، برافو عليك. فرع اكتوبر وبقالنا عشرات السنين ما بنشوفش حاجه في فرع اكتوبر. صح. متى من الاخر كده، متى يظهر فرع اكتوبر للنور؟ هيظهر فرع اكتوبر للنور عد 18 شهر من بدايه، من 2010 لعد 18 شهر. برافو عليك. 18 شهر، سنه ونص. هنعمل نفس اللقاء ده في 6 اكتوبر. تصورك ليه ايه؟ تصوري لي نادي بالفعل على مستوى انشائي عالمي. تصوري لي نادي هيفرغ عن نادي 100 عقبه جزء كبير جدا من التكدس اللي موجود فيه. تصوري لي نادي اعضاء الجمعيه العموميه هيلاقوا خدمه اجتماعيه، خدمه اكل وشرب وفسحه بشكل نموذجي. لما اقول له 5 نجوم، 5 نجوم بجد، 5 نجوم بجد. هذا هو ما يستحقه عضو الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. عضو الجمعيه العموميه لنادي الزمالك حاليا لما بيفكر يسافر حته ومشترك في احدى الانديه اخرى بيروح من خلال النادي الاخر مش من نادي الزمالك. لا، ده هينتهي تماما. هيسافر اذا كان بره مصر او جوه مصر من خلال نادي الزمالك، لان هنقدم هذه العروض. هيروح مرسى مطروح وهيستمتع. عارف يا استاذ محمود، مرسى مطروح لما نيجي نحسبها بسرعه كده عندنا هناك 50 وحده خدمه 25 اسبوع تقريبا لما بنطول الفتره يعني. يعني لما نحسبها ونوزع اعضاء الجمعيه العموميه على مرسى مطروح بعداله، وهي مش موجوده قوي في التوزيع، المجاملات كانت بتتدخل اوه 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 بعداله، نخدم كم فرد؟ تم 7500 فرد انا حسبها. طب احنا كم فرد؟ 400,000 فرد. يبقى احنا بنخدم مين؟ مش باينه طبعا. يعني لو عملنا استبيان دلوقتي واستقصاء كده نزلنا للشارع الزملكاوي كم واحد يا جماعه سافر مرسى مطروح؟ هتلاقي لا، ما سافرش شيء لا يذكر. طيب مرسى مطروح دي الساحره، مرسى مطروح الجميله دي، يبقى احنا محتاجين في مرسى مطروح نغير من المبنى الموجود الحالي، نظبطه حقيقي او نعيد انشاءه مره اخرى. طبعا دي مش هقدر اديك توقيت، لازم ندرسها اكتر ونعظم من الاستفاده الاراضي اللي كانت لنا هناك واتخذت برضو، او نجيب ارض جديده ونجد مكان اخر موازي بالاضافه الى مرسى مطروح. يعني مش عايز اقول افكار تبدو للناس انت عم تسحره. الانشاءات الموجوده في النادي، ما بتخش النادي حمامات سباحه كتير، النادي كله سيراميك بتاع. لكم وجهه نظر؟ طبعا ليها وجهه نظر. حصل انشاءات في النادي حقيقه، حصل. واللي يقول غير كده يبقى راجل جاحد. لا، حصل انشاءات في النادي طبعا. ولكن لما اقول في ظل هذه الانشاءات، انا شايف السيراميك اللي موجود ده والشكل اللي انا ماشيين من خايفين نتزحلق فعلا. اراضي الانديه والطرقات ما تعملش سيراميك، تعمل انترلوك، بتعمل حاجات خشنه شويه عشان ولادنا عندي معلومه انكم وكبار السن انترلوك بعد النجاح حقيقي؟ لا، المعلومه دي مش مظبوطه. ماشي، المعلومه الصح احنا هنعمله انترلوك قبل النجاح. قبل النجاح ان شاء الله في حاجات حلوه تتعمل باذن الله يعني. وده وعلى فكره برضو احنا شاركنا في بعض الامور الكبيره جدا داخل نادي الزمالك كقائمه مع بعض محبي نادي الزمالك، وتحل مشاكل في قطاع الكره وقطاعات العاب الصالات اخرى بسبب هذه المجموعه. ولن اعلن وافصح اكتر من كده. المجموعه دي اللي عملت اللي بيسموه دلوقتي الصندوق الاسود اللي فيه ملايين الدولارات. طمن الاعضاء جمعيه نادي الزمالك، عايزين نعرف ايه حكايه الصندوق اللي فيه ملايين. ما في، مش هطمنك دلوقتي. لا هتطلع في وقتها. بشكل عام هل بالفعل في عدد من محبي نادي الزمالك بيتبرعوا للنادي وفي صندوق؟ في عدد كبير من محبي نادي الزمالك في قائمه عامله حاجات حلوه قوي 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 لنادي الزمالك فول ستوب. ناس من خارج قائمه كابتن حسين لبيب داخل القائمه ومحبين مش داخلين انتخابات اصلا، ساهموا في حل مشاكل كتير. المجموعه دي مع بعض، عشان كده بقول لك احنا المفروض اللي يمسك يمد جسر الثقه بينه وبين محب نادي الزمالك. ده احنا عملناه دلوقتي يا استاذ محمود، مش مستنيين لما ننجح، عملناه دلوقتي. الصندوق فيه كم؟ مش هقول لك عشان اريحك. مش هريحك والله، ما اقول لك. لا، في مش هقول لك برضه مبلغ كبير. مش هقول لك لان سبب، بس احنا بنقول في بعض الامور
ما ينفعش نتكلم فيها اعلاميا دلوقتي، لكن هتظهر في وقتها اعلاميا، وده حق الجمهور علينا وحق اعضاء الجمعيه العموميه علينا، هتظهر في وقتها. لكن انا عايز اقول ان انا لازم اشكر كل من ساهم في هذا الصندوق من محبي نادي الزمالك او من القائمه، لان القائمه يا استاذ محمود يمكن الكلام دلوقتي مسال بعض فيها هو كام. القائمه لم تعلن دفعوا كام، لم تعلن بالامس دفعته 1,000,000 جنيه للقطاع السباحه، ده من خارج الصندوق. واللي جاي في نادي الزمالك الاسبوع القادم من خارج الصندوق. الصندوق ده اعطوني في السؤال، مستمر في حال اخفاق قائمه كابتن حسين لبيب؟ الصندوق ده مستمر اذا المجلس اللي موجود مد جسر المحبه والثقه والتواصل مع كل محب نادي الزمالك. بمعنى دي مسؤوليه المجلس اللي يكون موجود، انه لازم يعني لو المجلس اللي جاي مش متعاون ايا كان اللي نجح طبعا مش متعاون هنقع في مشكله برضه. الصندوق ده ستوب، طبعا هنقع في مشكله. انا بكلمك بمعنى ايه، لو انت كمسؤول عن اي مؤسسه ما قلتش للي بيحبوك تعالوا، مشكله عندك أكيد. مش عندهم، تنجح لوحدك. طب ازاي يكون الصندوق موجود حاليا والناس بتدعم ولم تعلن؟ انت يمكن لسه بتسال اسرار الصندوق ايه، سمتول صندوق اسود كمان اهو، صندوق اسود يعني ولا وده بقى له فتره طويله، مش يعني مش امبارح، بقى مثلا ممكن يكون شهر او اكتر يعني، ولم نعلن عنه قبل ما تقدموا اوراقكم. ولم نعلن عنه، لا ما دي دلاله يا استاذ محمود، احنا مش ايه دفعنا هنا وعملنا هنا، ما اعلناش عنه. ده معناه ان استمراريته اكيده، بس بشرط اللي موجود على الكرسي لا ينفر الناس منه.